ترامب ليس كينيدي وإيران ليست كوبا. مجلة فورين بوليسي بتقول إن الرئيس ترامب عايز يعمل حصار على إيران زي ما الرئيس كينيدي عمل حصار على كوبا. الرئيس كينيدي عمل حصار على كوبا واستمر هذا الحصار إلى العام الماضي وبدأ يتجدد تاني في عصر الرئيس ترامب، وهذا الحصار أرهق كوبا إرهاقا شديدا. هل الرئيس ترامب حسب فورين بوليسي فعلا يقدر يعمل حصار على إيران زي ما عمل كينيدي على كوبا؟ في تقديري إنه ما يقدرش يعمل هذا الحصار لأسباب عديدة، إلا إذا عصر الرئيس باراك أوباما كان فيه توافق بين أمريكا وإيران، عصر الرئيس ترامب فيه صدام بين أمريكا وإيران. كل ده بنتكلم على الأطر العلنية، لأن في أطر سرية في العلاقة بين إيران وبين أمريكا. بنتكلم في الإطار العلني المعروف للمحللين السياسيين. الرئيس ترامب بيهاجم إيران إن هي دولة ديكتاتورية فاسدة، إن هي بتطور صواريخ خطيرة، إنها تتعاون مع كوريا الشمالية، إن الاتفاق النووي اللي عمله أوباما كان اتفاق سيء، إن هذا الاتفاق لو استمر إيران هتصنع قنابل نووية وهتصبح إيران خطر على العالم. إيران بترد وبتقول ده كلام مش مظبوط، وإن الصاروخ الأخير اللي هو خرم شهر اللي هم أطلقوه وقالوا 2000 كيلو متر مداه، وده صاروخ خطير للغاية، هو صاروخ دفاعي ولا يخالف القانون الدولي ويحمل عدة رؤوس حربية لكنها ليست نووية، وبالتالي من حق إيران تطور أسلحتها الصاروخية على هذا النحو. الرئيس ترامب بيقول لا، إن هذا الصاروخ يقدر يشيل رأس نووية، وإن الاتفاق النووي يمكن إيران في المستقبل من صناعة رؤوس نووية. عشان كده بدأ من جانب واحد فرض حصار على أو مقاطعة اقتصادية شديدة أو عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران. الروس والألمان موقفهم مختلف مع الأمريكان. الروس والألمان رأيهم إن إحنا نجحنا في هذا الاتفاق، والاتفاق النووي مع إيران يجب أن يستمر، وإن إحنا لازم نعتبر ده نموذج علشان نعمل زيه مع كوريا الشمالية، وتبقى كوريا الشمالية إيران اتنين، بدل ما تبقى إيران هي اللي كوريا الشمالية اتنين. يبقى قبل ما كوريا تفلت نحاول نخليها في إطار اتفاق زي إيران. لكن الرئيس ترامب عنده موقف آخر، هو إن إيران لو استمر هذا الاتفاق هيوصلها إلى السلاح النووي. صحيفة الجارديان بتقول إن الرئيس ترامب بيضغط على CIA المخابرات المركزية الأمريكية علشان تقول إن إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي، زي ما حصل أيام بوش الابن برضو مع CIA بشأن سلاح الدمار الشامل في العراق. في تحليل ذلك ما يلي: نمرة واحد، الرئيس ترامب ليس كينيدي، ما عندوش الكاريزما ولا الشعبية ولا القبول الكبير اللي كان عند الرئيس جون كينيدي، ولا زمانه زمان كينيدي، ولا عصره عصر كينيدي، ولا ظروف العالم هي ظروف كينيدي. كمان إيران مش كوبا، إيران مش جنب أمريكا زي كوبا، وما هيش ضعيفة زي كوبا، وما هيش هامشية جغرافيا زي هامشية جغرافيا كوبا. أضف إلى ذلك دولة مهمة جدا نفطيا، فمهمة جدا لسوق الطاقة في العالم، وده مش موجود في حالة كوبا. وبالتالي كلام فورين بوليسي ربما يكون في رد إن لا ترامب هو كينيدي ولا إيران هي كوبا. اتنين، عقدة أوباما. يبدو أن رئيس ترامب عنده عقدة أوباما، كل شوية بيجيب سيرة أوباما، كل ما الناس تنسى الرئيس أوباما نلاقي الرئيس ترامب يفكرنا بالرئيس أوباما. كوريا الشمالية أوباما هو السبب، إيران أوباما اللي عمل الاتفاق. فالرئيس ترامب لسه بيتصرف من واقع كونه مرشح سابقا، حاطط في دماغه السياسات اللي عملها أوباما لم يتجاوزها لأنه يقدم فكر ترامبي جديد بغض النظر عن الحقبة الأوبامية، وده واضح في الملف الإيراني. نمرة ثلاثة، الرئيس ترامب اللي عايز اتفاق مع إيران
وعايز اتفاق مع كوريا الشمالية. هو عايز يبوظ اتفاق إيران ومش عايز يعمل اتفاق مع كوريا الشمالية، وبالتالي إذا استمر تويت رئيس ترامب ده معناه إن العالم ممكن يكون أكثر خطرا. في مركز أمريكي بيقول إن إيران بتتقوى رغم ذلك، الرئيس ترامب بيتحدث إنما إيران بتعمل. إيران نشرت صواريخ S-200 صناعة إيرانية، وصواريخ S-300 صناعة روسية اللي هي الصفقة اللي أخدتها من روسيا. في نفس الوقت أطلقت صواريخ خرم شهر، الصواريخ ديت مداها 2000 كيلو. مركز أمريكي بيقول كلام ومركز ألماني بيقول كلام. المركز الأمريكي بيقول إن هذا الصاروخ فشل، وهو مشي 1000 كيلو بس ووقع ولم يصل إلى المكان اللي عايز يوصل له. المركز الآخر مركز أمريكي مركز ألماني بيقول لا، ده هو مداه 600 كيلو لكن هو وصل لأعلى المدى، إنما هو يقدر يشيل رؤوس نووية. وبالتالي هذا المركز الألماني من المراكز القليلة اللي بتقول إن صواريخ خرم شهر تقدر تشيل رؤوس نووية. إيران كمان بقت تتصرف بدرجة عالية من الثقة في مواجهة الرئيس ترامب، فبدأت تقول إنه الوكالة وليست واشنطن، وكالة الطاقة الذرية في فيينا مش البيت الأبيض اللي يقرر، وهي المرجعية في تقييم موقف إيران. كمان إيران بتقول، وزير الخارجية اتكلم لسي إن إن وقال إن إحنا أصل اللي ممكن ننسحب من الاتفاق النووي، مش ترامب اللي هينسحب، ده إيران ممكن تنسحب من الاتفاق النووي إذا استمر ترامب في هذه السياسة. إيران تهدد إسرائيل حسب ترامب، ولكن في الواقع صواريخ إيران لم تتوجه في أي يوم في السابق إلى إسرائيل، وسياسات إيران كلها ضد المنطقة العربية، وسياسات إيران كلها ضد الشعوب العربية، والسياسات المذهبية الإيرانية بتربك العالم الإسلامي وتشعل حرب باردة أو حرب أهلية داخل الإسلام. والكلام إن صواريخ إيران تهدد إسرائيل يحمل مبالغات، لأن اللي قدامنا حقيقة إن إيران تهدد الأمن القومي العربي ولا تهدد إسرائيل من الناحية العملية. 6، هنا بيتضح بقى الإرهاب الأسود وماذا فعل. دلوقتي المثلث الإقليمي بيتصاعد بقوة، سواء إسرائيل، تركيا، إيران في مواجهة العرب. دلوقتي يا ترى موقف تركيا إيه؟ وموقف إيران إيه؟ وموقف إسرائيل إيه؟ طب موقف العرب إيه؟ ما بقاش موقف العرب مهم قوي زي مواقف هذه القوى الإقليمية. الإرهاب والتطرف الديني اللي شغلنا في مآسي داخلية في كل الدول العربية، واستثمار تغيير النظم في الربيع العربي لتخريب الدول وتقسيمها وتمزيقها وإشعال الفتن داخل الشعوب، كل ده بنجني عواقبه الآن إن العالم العربي ليس فاعلا رئيسيا فيما يخص العالم العربي، وإن إيران أو تركيا أو إسرائيل المثلث الإقليمي ده نفوذه أكبر كتير جدا من العالم العربي والجامعة العربية. 7، ترامب ممكن يصبح أخطر من كينيدي في حالة واحدة، لو بقت إيران العراق 2 زي ما حصل مع العراق أيام صدام حسين، المفتشين الدوليين بقى يدخلوا وبعدين يروحوا الجيش ويروحوا الحرس الثوري ويروحوا رئاسة الجمهورية ويروحوا مكتب المرشد الأعلى ويروحوا كل الكلام ده، ممكن يبقى أخطر من كينيدي، وممكن إيران في هذه الحالة تبقى خاضعة تماما للنفوذ الأمريكي عبر مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممكن يكون كل الكلام بتاع ترامب وهجوم ترامب وشتائم ترامب كل ده هدفه في النهاية أن ترضخ إيران أكثر للتفتيش في الأماكن المدنية والأماكن العسكرية وخضوع الجيش الإيراني لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الصاروخ الإيراني خرم شهر اللي هو مداه حسب إيران 2000 كيلومتر، وحسب مركز دراسات ألماني يستطيع حمل رؤوس نووية، هو مصدر حديث العالم المهتم بتوازن القوى في الشرق الأوسط.